واحد بيقول بخاف جدا من الآية التي تقول ويل لمن تأتي منه العثرة، وهل الإنسان الذي يخفي خطاياه يبقى إنسان مرائي، خصوصا إن حاسس إن إنسان خاطئ. من جهة العثرة حاول انك انت ما تكونش سبب عثرة، الانسان الذي يخفي خطاياه هل يبقى انسان مرائي؟ يعني انت لازم تشرح خطاياك للناس، طب انت بالشكل ده بتعثرهم. كفاية ان ربنا عارف الخطايا دي وأبقى اعترافك، لكن مش معناها انك انت تعلن خطاياك للناس. وإلا تعثرهم، بس ما تتظاهرش بالبر.